السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو تعليمي جديد. التدريج السفلي كما تلاحظون، قد أخذنا في الأسفل الشعر بالقياس رقم 0. أولا قبل كل شيء، فقط لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك للفيديو كي يكون هذا الفيديو متاحا لأكبر عدد من المشاهدين على منصة اليوتيوب، وكذلك اشترك في القناة بالنسبة للأشخاص الجدد الذين يشاهدون هذه القناة لأول مرة، مع تفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم دائما الجديد إن شاء الله. كما قلت لكم في الأسفل، أخذنا الشعر بواسطة القياس رقم 0 تقريبا أصبع واحد أو سنتيمتر واحد من الشعر. فقط لم نقم بتسجيل هذه الفقرة لاختصار الفيديو عليكم، فقط تابعوا الفيديو إلى الأخير لكي تستفيدوا من هذا الفيديو إن شاء الله. كما تلاحظون معي في هذه الجهة، هذا هو الشكل النهائي للقصة. أما الآن سأريكم الطريقة بالشكل التفصيلي في الفيديو الآن. الآن كما قلت سوف نبدأ في الشرح الطريقة. نأخذ القياس رقم 0.5 تقريبا 1 سنتيمتر، دائما مع عملية الخطف. دائما هنا كما تلاحظون، لاحظوا في خط الصفر على شكل قوس، كذلك في الخط الموجود أعلاه على شكل قوس، نفس الشكل حتى يكون التدريج بشكل مضبوط. نفس الشيء في الخف، نفس القياس. بعد الانتهاء من قص الشعر بواسطة القياس رقم 0.5، سوف نقوم بتعديل الماكينة على قياس رقم 0.3 لنبدأ في تعديل هذا الخط هنا. دائما نأخذ أحد نصفي الماكينة الأيمن أو الأيسر، ونقوم بخط الماكينة فوق الخط. لا نضغط على الماكينة بشكل كبير حتى لا تترك أي خط آخر. كما تلاحظون دائما عملية خطف على هذا الشكل. نأخذ كذلك الماكينة بهذا الشكل، ليس هذا الشكل، هذا الشكل خاطئ. دائما نأخذ الماكينة على هذا الشكل على الرأس. سوف نمر على الخط بالكامل بالقياس رقم 0.3. لاحظوا يظهر لنا خط صغير هنا. نعيد المفتاح بدرجة واحدة تقريبا إلى الأمام، تعديل القياس وتعديل الماكينة على القياس رقم 0.2، لنقوم بتعديل الخط بشكل كامل حتى لا نترك أي خطأ. كذلك كما قلت لكم، كما تلاحظون أنه عند العمل برأس الماكينة فقط نعمل على المنطقة التي نقوم بتعديلها فقط، ذلك لتعديل كل منطقة على حدة حتى يكون العمل بشكل دقيق وبشكل جيد. كما تلاحظون دائما خطف الماكينة فوق خط الصفر، نفس الشيء في الخلف.
الآن نمر إلى القياس رقم واحد أو المستر رقم واحد كما تلاحظون. سوف نأخذ كذلك تقريبا 1 سنتيمتر مع عملية الخطف كما تلاحظون. دائما نقوم بتمرير الماكينة عدة مرات على نفس المنطقة كي تقوم بقص الشعر بشكل جيد. نفس الشيء الخلف بمسطرة رقم واحد. بعد قص الشعر أو استخدام القياس رقم واحد سوف نمر إلى المشط رقم 0.5. نعيد المفتاح تقريبا بدرجتين إلى الخلف ونبدأ بتعديل هذا الخط. دائما كما تلاحظون بنفس الطريقة، فقط في القياسات وحدها من تختلف، لكن الطريقة أو الخطوات نفسها في كلتا الجهتين كذلك في نفس المراحل. كما تلاحظون دائما عملية الخطف. نفتح إلى الأمام بالكامل، فقط قياس المشط. لاحظوا هنا الآن سوف نستخدم المشط رقم 1.5، نفس القياس تقريبا 1 سنتيمتر. سنعود مرة أخرى إلى المشط رقم واحد، لكن هذه المرة بأخذ الماكينة بشكل مفتوح. تقريبا قياس رقم 1.3، دائما عكس اتجاه الشعر إلى اليمين وإلى اليسار حتى تقوم بقص الشعر بشكل سريع وبشكل جيد. لاحظوا في بعض الحالات ربما قد يستعصي عليكم قص الشعر في هذا الاتجاه، استعملوا الماكينة بهذا الشكل أو هذا الشكل، دائما عكس اتجاه الشعر.
دائما وسط القياس رقم 1.3. دائما يجب عليكم خطف الماكينة فوق الخط الذي تعملون عليه. سوف نعود إلى القياس رقم 1 فقط. كما تلاحظون ظهرنا لنا خط صغير في الأسفل. سوف نعود إلى المسطرة رقم 0.5 حتى نقوم بدمج الخطوط فيما بينها. في الأخير سوف نستخدم رقم 2. سوف يكون هذا الخط الذي قمنا بعمله الآن أسهل، أو نقوم بتحديده بطريقة جد سهلة. فقط المسطرة رقم 1.5 كما تلاحظون الآن. سوف نزيل فقط بعد الشعر الزائد بواسطة المسطول المقص. دائما نقوم بمشط الشعر في اتجاه الأسفل كي يتضح لكم المكان الذي لم تقوموا بتعديله بعد. أما الآن سوف نقوم بتحديد هذه المنطقة. دائما في البداية من الأحسن التحديد بواسطة الماكينة، ثم بعد ذلك استخدام الموس. كما تلاحظون معي الشكل النهائي لهذه القصة. أتمنى أن ينال إعجابكم. فقط لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك لتنزيل فيديوهات أخرى إن شاء الله في القادم، وكذلك الاشتراك في القناة بالنسبة للأشخاص الذين لم يشتركوا بعد، حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد إن شاء الله. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم.